ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تدريب خاص للستة الأماميين، هو يسمونه الشاتر رانينج. الشاتر رانينج هو الركض ذهاب وإياب، ذهاب وإياب. فتضع علامات بسيطة وتقسم منطقة الجزاء إلى 6 ياردات، ثم علامات بامتداد علامة ضربة جزاء، ثم الخط الأخير من منطقة الجزاء، واللاعبين يأدون الفعالية الواحد بعد الآخر. دي بالدعش يركض المسافة الأولى ذهاب وإياب، ثم إلى الثانية ذهاب وإياب إلى الأولى، ثم إلى الثالثة ذهاب وإياب إلى الثانية، ثم يهاجم كرة يلعبها إلى المدرب حال الركض داخل منطقة الجزاء. الركض الأخير يستلم الكرة، يستدير، يعمل دحرجة باتجاه الهدف، يصوب على المرمى، يرجع مكانه، يرتاح، يبدي من هناك. إلا رقم 6، خلاص 6 يبدي من هنا لاعب رقم 10، أنا 10 يبدي من هنا لاعب رقم 7، هكذا. كل لاعب ينفذ 8 محاولات، تركيز على الركض السريع، لأن هذا شاتر رانينج من تمارين تطوير السرعة. أنا وضعت هذه الفعالية بنفسي شخصيا ودربتها، دربتها لكل الفريق بدون تصويب، ذهاب إياب ذهاب إياب ذهاب إياب، لكن ارتأيت أن أضعها تخصصية وعملتها ذهاب إياب، يعني للخط، من خط الهدف للخط الأول ذهاب إياب، ثم من خط الهدف إلى الخط الثاني ذهاب، ثم إياب إلى الخط الأول المنطق، ثم الركض الثالث هو الذهاب إلى خط منطقة الجزاء والعودة إلى الخط الثاني، والركض باتجاه الكرة لاستلامها من المدرب والتصويب على المرمى. واحدة من أحسن تماريني اللي أفضلها أني، اللي ما أشغل بيها لاعبيني ذول الستة بأداء فعاليات الشاتر رانينج لتطوير السرعة بدون كرة. أنا وضعت الكرة وزينت هذا التمرين باستلام، استدارة، دحرجة سريعة بالعمق، تصويب على المرمى، راح. وهكذا اللاعب راح ينفذ مرة يرتاح 5 مرات، تمرين يتوافق مع تدريب الركض المكوكي أو ركض الذهاب والإياب بكرة القدم. أنا موفق المولى، أسأل الله فجرا أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والحياة السعيدة والرزق الحلال. شكرا جزيلا.